يعني أنا مش هتخلى عنك أبدا. لو حسيت يعني إنه عنده نية إنه يمشيك أنا هقوله يخليك زي ما أنت. أنا واخد على دماغي لما قايل يا بس أنا ما عنديش حاجة تاني أخسرها. أنا مش هقدر أستحمل الوضع ده أكتر من كده. دبري لي أي فلوس من عابد، أنت مش وعدتيني بكده. حاضر، بس إديني فرصة بس لحد ما نعلن جوازنا. أنا حاول أستغل سفرية السخنة دي وأجبره إنه يعلن جوازنا، وساعتها هتشوف أنا هعمل إيه. هو لو عابد مثلا يعني ربنا خده هتتجوزيني؟ أولا بعد الشر ده جوزي، ثانيا أكيد هعمل كده. رهيبة أنت يا نادين. رهيبة ولا رهيبة ولا حاجة، كل الحكاية إن أنا عملية وحقيقية زيادة عن اللزوم، حاجة كده أنت ما تفهمهاش يا عماد. ممكن بقى تسيبني أمشي وأروح لعابد وسيب كل حاجة لوقتها، وصدقني مش هتندم أبداً.